السلام عليكم. اليوم نمشي بموضوع الامتداد والهذا، بس راح ادز الفيديو اساس ابتدي من كل شيء اساس تفهم كل شيء بالقياسات وكل شيء. اول شيء عندي اليوم ثلاث مستثمرات، عندي الفولكان البطل مالها فاضي، انتي عندي ويلد كات البطل مالها امتي، وعندي تايبن والبطل مالها امتي. الحين سعة بطل الفولكان 280 سي سي، الويلد كات 230 سي سي، تايبن 200 سي سي، وكلهم فاضيين. راح يجي واخذ اوزانهم وهم فاضيين، ماشي، وسجل اساس لا احد ينسى. راح ابتدي فولكان ام تي، قلنا يغلب عشان يبين اوكي. طلع عندي كيلوين 500 جرام، راح اسجل هنا فولكان كيلوين 500 جرام، راح اشيلها صفر وهي على الويلد كات. ويلد كات ام تي، الويلد كات ما فيها مكان نعلق، فراح نعلق هنا. ويلد كات ويلد كات طلعت كيلوين 200 جرام، كيلوين 200 جرام. اوكي نرجع ويلد كات كيلوين 200 جرام، صفر تايبن امتي، تايبن طلعت وياي تايبن كيلوين 330 جرام، كيلوين 330 كيلو جرام. انا مسجلهم هنا ستوك، وين هذا؟ خلصنا ستوك اخشاب التايبن 900
اعشاب التايبن 900 تقريبا و10 جرام ستوك ستوك وود 900 10 جرام وستوك الويلد كات 710 جرام 710 جرام وستوك الفولكان 620 جرام 620 جرام ما له شغل في الستوكات بس انا قاعد اتكلم عن جايكم هذول القياسات هذول القياسات خذيتهم اساس راح يكون جزء من المقارنة عرفنا كل شيء هنا راح يكون جزء من المقارنة السلام عليكم السلام عليكم الحين وجانا عبينا فولكان نرجع عبيناهم 200 بار كلهم ويل كات 200 بار والتايبن 200 بار هنشوف هنشوف الحين كل واحدة بال 200 بار شكثر زادت بينهم الحين كلهم 200 بار نبدأ بالفولكان نفتح العداد فولكان كانت 200 و500 جرام فاضية الحين فيها 200 بار صارت كيلوين و 600 جرام كيلوين صارت كيلوين صارت كيلوين استغفر الله كانت كيلوين و500 جرام صارت كيلوين و600 او 560 جرام 560 جرام اوكي الحين نشيلها زادت يعني كم زادت 60 جرام على بطل الفولكان ال 280 زادت 60 جرام 200 بار خلينا نشوف الويلد كات الويلد كات كانت على بطل 230 كانت 200 وكيلوين و 200 جرام خلينا نشوف الحين ايش كثر زادت بال 200 بار زادت بال 200 بار 50 جرام 50 250 جرام صارت هذه الويلد كات على صفر نشوف تايبن 200 جرام كانت كيلوين و 330 جرام فاضيه امتي كانت في الامتي حاضر بال 200 بار 330 زادت 40 جرام
عفوا كان ايه زادت صارت الحين كيلوين 370 جرام زادت هذه 370 جرام زادت زادت يعني زادت 40 جرام هني زادت 50 جرام وهني زادت 60 جرام لأن قلنا عندنا زيادات الفوق أن قلنا هذه 200 وهذه 230 وهذه 280 سلامتكم. الحين راح اعطي الوزن كامل مع الستوك بوركن نفس الشيء على 200 بار كيلو 210 جرام 3 210 كيلو جرام هذه الفولكن ويد كات 200 بار مع ستوك ها كيلوين 930 جرام ويد كات كيلوين 930 كيلو جرام تايبن 200 بار نفس التمساح ثلاثة كيلو 330 جرام 330 كيلو جرام اوكي الحين اعطيناكم الحسبات كلها كاملة القاعدة اللي راح اشتغل عليها واشرح
قاعدة اللي ما حشرح عليها هذه هناك، ما نشوف وزنها كم. وزنها 7 كيلو و680 جرام. وزنها قلنا 7 كيلو و680 جرام، هذه القاعدة. السلام عليكم. هذه القاعدة اللي راح اسوي عليها المقارنة، بس ابي اشرح قبل لا ابتدي، ابي اشرح الطريقة مالتها. الطريقة مالتها تعتمد اللي راح نطلع احنا شنو السيستم، الماكينة المطور واليديد، يعني شنو الافضل بينهم. عندي المقارنة هذه سويتها بخصوص مطرقة تايبن، قالوا عنها انها ارتداديه نفس الفولكان، وللعلم الاف اكس هم ارتداديه نفس الفولكان، يعني ذيك المطرقه ثابته تطق على البلف تصير رده. الحين اللي بقوله طريقه المقارنه شلون راح تصير. راح يكون في كوني، وخذينا احنا وريتكم تم ساعه قبل شوي الاوزان كلها، راح يصير الضرب على الزند ونشوف مدى. هني في مسطرة، طبعا راح احط الكاميرا بالطقة ايش كثر راح يرجع، كم من الانش، ربع نص، كل واحدة فيهم. الحين في شخص يقول لك ممكن انت قاعد تضغط تدزها، الطقة هذه ما قاعد تدز، لان اذا بتشوف يعني الطقة هذه شوف اقوى، يلا قاعد تحرك هني عندي، يعني هني يلا قاعد طقه اقوى، يلا قاعد تحرك، يعني انا قاعد اطقه بالشكل هذا. نشيل محاله. طقه عندي يا دوب بالشكل هذا. يعني قاعد اطقه بالشكل هذا، مو قاعد اطقه نفس هذا، شوف الحين طقيتها تحرك ربع من ربع الانش بالطقه هذه. الحين تحرك فوق النص انش. فوق الربع انش، يعني الطقه هذه ما راح تحرك المسجمه، يعني دز، يعني مو قاعده ادزها انا. ليش حطيت شيء ثقيل؟ اساس اللمسه تكون مثل طقه، يعني ما يصير في دز، لو خفيف لازم ادز،
بس بغيت اشرح، راح احط كل مصاتمه هنا من غير ستوكها ويكون فيها صتم، وراح ارمي واطلع كل سرعه وش كثر رجعت اساس نعرف والله مصتمه ممكن تزيد عن الثانيه. هو ما في فرق وايد يعني، لما يطلع انا مصتمه 5 فيت 6 فيت عن الثانيه ما في شيء، بس انا راح احطهم كلهم بقياس واحد اللي هو بين 885 تقريبا الى 890، يتراوحون كلهم نفس الشيء كلهم. سلام عليكم.